رئيس جمعيه الاخلاص لرعايه شؤون مسجد والدره. نسكرت المبادره غاستاذ فولكي الخطبه الرمضانيه فولكي نشكر كل المشاركين ولا اللي يساهمين في الخيرات نشكر بزاف الخيرات دي فيها بخير وعلى خير مزيان سيات ولين مدن كتني اللي الخيرات نسكر في 27 ولكن العماد ولينا الحجر الصحي اللي لاند ولينا كان على نسكريات القفة رمضانية نفرق تيتي تقمع القفة فولكين تبارك الله تعاون كل كل شيء من دوار اللي نسكر دار الخيرات نحافظ الكنية الحجر الصحي نسكر الاحتياط نخد الكمامات نسكر كل شيء الليقات نسكر جميع سميتو الاحتياط نسقد الخير بخير وعلى خير المهم الخير اللي فوق بخير وعلى خير نشكر كل شيء تدوار نشكر المبادره ديال كل يقول لي الساهمين نشكر حتى الجمعيات حتى تفول كنت مازلت داخل التعاون لا حتى نشكر بزاف الخير عاوننا قيسات مازلت توصل كل شيء بخير وعلى خير حتى قمان نور فوق احترم كل واحد على حسب حضر الصحيح احترمنا اكشمنت قمان نشكر بزاف في المبادرات حتى كنا كنت شكر بزاف وكان على هاك القفاز نسقاد داتني كني على حساب الاخوان الجمعيات الاخوان نضوال الجمعيات نتا تعاون ديالنا في جمعيات فولكين تمازيرت الخيرات داتي سليك مت ايمد نس طوموبيل سيمين دكمان سنس دوقر سنس نفكاس الخيرات كويان نفكاس القفان كشمن دنتي كمان الخيرات نكنا كيس نتشكر حتى السلطه المحليه الدراري نايتو دوار اللي استفدنا الكفار الرمضانيه اللي سكن جمعيه الاخلاص لرعايه شؤون مسجد والدران راه نتشكر بزاف هاتي المهدي زري بخير وعلى خير جاتي لي مسافه الامان قراتنا شكون كاينين كاع الدراري اللي خدمين من حمايان هاتي ماني زري تبارك الله مزيان الا نت الكمامات الا التعقيم الا نت الليقات وكان اللي حنا داني ومان فرقتي بناتي راه كمسافه الامان هاتي تبارك الله مان راه داكشي داز زوين تبارك الله
الاخيره لما كيجي في كان كيجانو لي ميك ضربي ربي تبارك وتعالى كي قالت لنا انا قلت لهم هذا السيك من ربي كي قالت لنا غير تسبب الى رزاق النس هاد الفلاسه تاع ربي تبارك وتعالى هذا غير غفر ربي هذا غير سامح ربي تبارك وتعالى ضربي ربي تبارك وتعالى كل ما تجيني كراوا فولكي خصوصا يايتو الدران ضربي ربي تبارك وتعالى تحفظ كل ما تجيني كراوا فولكي كل ما تزيدني كرا ما يهاشن ضربي ربي تبارك وتعالى تنقيخي ستي كل ما غديو كراوا فولكي صغير Yeah.